كونه هدية أمور طبيعية، كونه راهو هدية نوع بتاع ديزاينك، هو اللي خلى البحر يحمر وهو اللي خلى البن يموت إلى آخره. لكن كان المواطنين كانوا أشد معناها من هكا وقالوا لا، وبدات الحركة في الجزيرة. كيف كيف في صيادة ما كانش احتجاج معناها واضح، كان احتجاج معناها مخبي شوية. كنا عملنا في صيادة تظاهرة اسمها تلفيس 2010، وخرجوا الأولاد مع البحارة وخذوا معناها تحاليل لأول مرة، معناها يبداوا ياخذوا في التحاليل باش يثبتوا إثبات قاطع إلا كونه البحر معناها وصل لتلوث كبير. تحاليل هدية طلعت وقتها جمعية غرب البحر المتوسط الموجودة في باريس فرنسا، وتم التحاليل هدية وأثبتنا من سنة 2010 إلا كونه البحر ملوث إثبات لا رجعة فيه. هذا قبل الثورة. بدأت الاحتجاجات جزء بعد الثورة، معناها الناس تحررت ولات تعمل في احتجاجات، وولينا نناقشوا في المسؤولين. هذا اللي قدامكم معناها هو محضر جلسة عملته المعتمدية على أساس معناها سيبون هون محضر جلسة باش توريه كل عادة للواحد، لكن المواطنين الحاضرين وما بيناتهم مخيل لهنا بدلوا في الواحد وشطبوا على كلام بتاع السلطة وقالوا لا يلزمها تتقال دو سيت فاسون، راهي الأمور ما تتقالش كما أنتم حطيتوا معناها فضفاضة، يلزم نحطوا إيدينا على الواحد. ومحاضر الجلسات من وقتها 10 سبتمبر 2011 معناها كانت الأمور كما تراو هكاك تبديل نتاع محاضر جلسات معناها حسب الحقيقة مش حسب أهواء المسؤول. في 16 سبتمبر 2011 معناها بدات الاجتماعات تتعمل، بدات معناها السلطة تسمع فينا، السلطة المركزية كي نقولوا سلطة مركزية معناها الإدارة الجهوية والإدارة العامة للوناس كيف كيف